واكرهوها كلكم. لما صار عنا القصف يعني عن جد يعني صارت عنا مقولة إذا سمعت صوت الصفير فاعلم أن القذيفة ليست باتجاهك، أما إذا ما سمعتها يا ويلك يا ويل بتكون معناتها ده توقع عليك. وأنا بهاي اللحظة اللي انقصفت فيها ما سمعت، لو سمعت يمكن خبيت ولادي. معلش أنا أنصاب، معلش أنا انكسر، معلش أنا احترق، معلش أنا موت. كنت خبيت ولادي، الحرب غدارة. لما صارت الأحداث ببلدي، أنا طبعا متزوجة لمدينة دير الزور وعايشة مع زوجي يعني بحكم مدينته، عائلة بسيطة مبسوطين الحمد لله وعايشين. كان عندي بيتي واستقلاليتي وصالون صغير، يعني كنت إنسان مستقل بحياته. الحرب حرمتني ولادي، حرمتني صحتي، وصرت إنسان معاق. واكرهوها كلكم، أمانة لحد يعمل حروب، أمانة لا تأذوا الأطفال، لا تأذوا قلوب الأمهات.